كانت تكلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحه لرئيس مجلس الوزراء بشان مهام الحكومه الجديده اهمها خدمه المواطن وتعزيز الاقتصاد المصري وبالنظر للتشكيله الحكوميه الجديده فقد جاءت ترجمه واضحه للتكلفه الرئاسيه دلالات مهمة تشير إليها التشكيلة الحكومية الجديدة والتي جاءت ترجمة لتكليفات القيادة السياسية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي أبرز الدلالات استحداث نائبين لرئيس الوزراء أحدهما وزير الصناعة وهو ما يؤكد خط الدولة في التركيز على ملف الصناعة باعتباره رافدا رئيسيا في تدعيم الاقتصاد المصري النائب الثاني هو وزير الصحة والذي أضيفت لمهامه التنمية البشرية وهو ما يترجم بشكل واضح تكليفات القيادة بالتركيز على بناء الإنسان مصري. وجاء اختيار وزير للشؤون النيابية والقانونية إلى جانب تكليفه بالتواصل السياسي دلالة على اهتمام الدولة بالتواصل بين أطياف المجتمع نخبة وشعبا وإدراك أن هدف المشاركة السياسية هو أحد محددات الاستقرار وهو ما كان يشير إليه الرئيس السيسي مرارا وتكرارا وجسده بالدعوة للحوار الوطني أما دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فإنما هو وعي لتشابك الملفين وتحقيق لرؤية طويلة المدى لأهداف التنمية المستدامة، وهو ما شاهدناه أيضاً في دمج التجارة الخارجية مع وزارة الاستثمار، اللافت اختيار وزير الأوقاف أسامة الأزهري، والذي يشغل منصب مستشار الرئيس للشؤون الدينية، وهو أمر يؤكد أيضاً تحقيق دعوة القيادة بأهمية تجديد الخطاب الديني المعتدل، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة تأتي من خلفية مشبعة بهموم المرأة، وإدراك لتفاصيل هذا الملف المهم، وهو ما يحتل جزءاً كبيراً من عمل وزارة التضامن الاجتماعي. إدماج وزارتي الخارجية والهجرة إدراك من الدولة لتقاطع الملفين، وهو أمر يصب في خدمة المصريين بالخارج إلى جانب مواصلة حمل لواء السياسات الخارجية في إطار الأوضاع العالمية الملتهبة. الشارع المصري في انتظار نتائج عمل الحكومة الجديدة والتي تتولى مهامها في إطار ظروف محلية تملأها التحديات فضلا عن محيط إقليمي ودولي شديد الاضطراب يستلزم منها الخروج بأفكار وسياسات خارج الصندوق.